أهلا بكم. حزمة من الوعود الإصلاحية قدمتها حكومة عادل عبد المهدي مثل توظيف عشرات الآلاف من الشباب العاطلين وتوزيع أراضٍ سكنية وتقديم رواتب رعاية اجتماعية في محاولة لتهدئة التظاهرات الغاضبة التي سقط فيها أكثر من 311 شهيدا وألاف الجرحى برصاص القوات الحكومية والميليشيات الطائفية. شكك الكثير من العراقيين ومنهم المتظاهرون أنفسهم في قدرة حكومة عبد المهدي على تنفيذ هذه الوعود الكبيرة بسبب الصعوبات الاقتصادية والعجز المالي الكبير في موازنة العام 2019 والذي يربو على 35 مليار دولار، ومرجح لهذا العجز أن يرتفع إلى أكثر من ضعف هذا الرقم في موازنة العام 2020، وهو ما أكده وزير المالية السابق هوشيار زيباري بالقول إن وعود حكومة عبد المهدي للمتظاهرين غير قابلة للتطبيق. الوعود الحكومية لتهدئة انتفاضة تشرين ضد العملية السياسية وقواها الفاسدة هي ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا تطلق حكومة عبد المهدي وعودا كبيرة في الإصلاح إذا كان يتعذر تطبيقها بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية في العراق؟ وهل فعلا أوضاع العراق الاقتصادية والمالية في وضع خطير جدا كما يقول رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي؟ ولماذا مرجح أن تأثير التظاهرات سيتعاظم أكثر في المستقبل القريب برغم الوعود الحكومية في الإصلاح العام؟ وهل ثمة إرادة وجدية لدى قوى السلطة والعملية السياسية على تقديم إصلاحات حقيقية جذرية تقنع المتظاهرين وتوقف التظاهرات الغاضبة؟ وهل تملك الحكومة الشجاعة والجرأة على تسمية قتلة المتظاهرين صراحة بعد إكمال تحقيقاتها عمن أطلق الرصاص على التظاهرات؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، عباس النوري. منذ اليوم الأول لتفجر التظاهرات في العراق هاجم المشاركون فيها الطبقة السياسية الحاكمة بأسرها، وأكدوا أنهم ماضون في حراكهم السلمي حتى إسقاط نظام 2003 الذي صممه الغزو الأمريكي. فبعد نحو سنة على تشكيل حكومة عبد المهدي ما زال الفساد والبطالة يتوسعان ويتمددان رغم الوعود الحكومية العريضة والكبيرة بالتصدي له، فضلاً عن حالة الانهيار والتردي في مستوى الخدمات العامة، وهو وضع مرشح للمزيد من الانحطاط بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعراق الذي تعاني موازنته العامة عجزاً رهيباً يربو على 35 مليار دولار لهذه السنة. ولهذا فإن عبد المهدي أمام معادلة مستحيلة لا حل لها بسبب ارتهانه الكامل للميليشيات السياسية وشبه العسكرية التي تواصل سيطرتها على السلطة والدولة منذ نحو 16 سنة. الله أكبر! الله أكبر! المتظاهرون الذين قدموا خلال 7 أيام من تظاهراتهم السلمية أكثر من 311 شهيداً وآلاف الجرحى برصاص القوات الأمنية والميليشيات، من غير الوارد أنهم سيصغون للوعود أو الرشا الحكومية التي قدمت لهم، حيث أعلنوا عن خطط جديدة للاحتشاد يوم 25 من هذا الشهر لتجديد حراكهم السلمي إنفاذاً لوعدهم الكبير للشعب العراقي بإسقاط العملية السياسية وقواها الفاسدة وميليشياتها الطائفية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في وعود حكومة عادل عبد المهدي لتهدئة المتظاهرين. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا أيضا من العاصمة السويدية ستوكهولم الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ عباس النوري. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور رافع، حكومة عادل عبد المهدي وعلى خلفية التظاهرات الغاضبة التي تفجرت في العراق وسقط فيها أكثر من 311 شهيد وألاف الجرحى برصاص القوات الحكومية والميليشيات، قدمت حزمة من الإصلاحات، يعني قالت أنها إصلاحات في توظيف، توزيع قطع أراضي وما إلى ذلك،
هذه الوعود الكبيرة أو حزمة الإصلاحات الحقيقة قوبلت بالرفض التام من المتظاهرين أولا، وبالتشكيك حتى لا نقول التكذيب من قبل الرأي العام في العراق. لماذا هذا التكذيب والرفض والتشكيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، علينا القول من البداية أن الثقة بين الشعب وكل الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن قد فقدت تماما، ثقة منتهية. الشعب لا يثق بكل هذه الحكومات وبكل الأحزاب وبكل القوى التي تؤلف العملية السياسية. كاتب عراقي قال الثقة ليس الصفر، أقل من الصفر الآن. نعم. تحت الصفر فعلا. لماذا؟ لأنه خلال 16 سنة كل الوعود التي قالوها، كل التعهدات التي تعهدوها، كل البرامج التي أشاروا إليها، كلها يعني أثبت الواقع أنها كذب، أنها مجرد أوهام، مجرد لعبة لشراء زمن أطول لبقائهم على الكراسي. كل هؤلاء لعبة لبقاء العملية السياسية، لنمو العملية السياسية، لتغولها، لتغول الفساد وتغول الخراب في العراق. لا. هذا أولا. النقطة الثانية، كل الذين تظاهروا في التظاهرة الأخيرة، الذين خرجوا وواجهتهم هذه الحكومة وأجهزتها القمعية وميليشياتها بالقتل والاعتقال والتنكيل بهذه الطريقة البشعة التي شاهدناها، اللي سقط بها أكثر من 300 شهيد و10,000 جريح و5,000 معتقل وأكثر من 5,000 معتقل، وما زالت الاعتقالات مستمرة لحد هذه اللحظة. يعني قوات الأمنية تداهم البيوت الآن، تعتقل الكثير من الناس ولا أحد يعرف السبب. وهذه القوات يعني وين يعني تأخذ المعتقلين إلى أماكن لا أحد يعرفها ولا هوية هذه القوات التي تعتقل. فبالتالي هؤلاء الذين واجهوا كانوا يحملون شعارات، كانوا يحملون رؤى واضحة. عندما هتفوا بإسقاط العملية السياسية، بإسقاط النظام، كانوا يعرفون ماذا يريدون، يدركون تماما أن القضية ليست قضية توظيف، ليست قضية حزمة موظفين يوظفونهم، مجموعة من الناس يوظفونهم، مجموعة من الأراضي توزع مثل ما يوزعون البطانيات والمدافئ النفطية في أوقات الانتخابات وكارتات الهواتف النقالة. هذه قضية تختلف. الآن الشباب خرج يطالب بحياته، يطالب بحاضرة ومستقبله، فلن يقبل بأن تذهب به إلى عروض مسرحية لقبول بوظائف جديدة، بمحاولات لإصلاح حالهم ماديا بمساعدات. وزير العمل الحالي يتحدث أنه يعني حتى المساعدة البسيطة اللي قدموها اللي هي 175,000 أو 150,000 دينار، أكثر من مليون واحد قدموا عليها، مع أنها لا تساوي شيئا ولا تقدم شيئا لأي مواطن. فبالتالي هم يعرفون أن القضية لا تتعلق بهذا الموضوع، لأنه الدولة الآن فيها 6.5 ملايين موظف، 2.5 مليون عسكريين وقوى أمنية، و4 ملايين موظف مدني، وكلهم هؤلاء تحت خانة البطالة المقنعة. ترهل شديد. أنت تأتي بقوى الجهاز الإداري عند الدولة. نعم. هذا الترهل أيضاً 6.5 ملايين، أنت الدولة تتحدث، المسؤولين بالدولة يتحدثون، مسؤول في الحكومة لا دولة حقيقة، يتحدثون أنه 3/4 أكثر من نصف الميزان الموازنة تذهب رواتب لهؤلاء الموظفين. طيب أنت تأتي بموظفين جدد، تضعهم في قائمة الوظائف هذه، فإذا أنت تأكل 3/4 أو ما يزيد من 3/4 الموازنة كرواتب، ما الذي بقي؟ المثقلة بعجز 35 مليار بالضبط. ويتوقع أن هذا الرقم يتزايد في العام. القضية قضية سياسية وقضية اقتصادية. فأنت من البداية أعلنت عندما توظف هؤلاء، واضح جدا أنت لن تقيم أي مشروع، لن تطور بالبلد، لن تأتي على أي خراب موجود لتعمره. دكتور إذا اسمح لي، هاي نقطة أشكرك وصلتنا إلها، وهي قضية التعذر أو صعوبة تطبيق هذه الوعود. دكتور ثامر العلواني في عمان، أولا مرحبا بك معنا. حياك الله. الصوت واطي جدا، مدى أسمع؟
حياك الله أخي الكريم أستاذ ماجد وحيا الله ضيوفك. أهلا وسهلا دكتور. وعود كبيرة أطلقتها حكومة عادل عبد المهدي للمتظاهرين، توظيف، رواتب، مساعدات، قطع أراضي وما إلى ذلك، كجزء من برنامج للإصلاح ولتهدئة التظاهرات. هذه الوعود الكبيرة حتى شركاء في الحكومة وشركاء في العملية السياسية يؤكدون استحالة تطبيقها، لا يمكن تطبيقها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعراق. لماذا الحكومة تطلق هذه الوعود إذا كانت غير قادرة على تنفيذها؟ يعني وكما يقال إذا كان كذبا فإن حبل قصير، لأنه وراء شهرين أو ثلاثة سيتبين المتظاهرون والرأي العام أن هذه الوعود لم تكن حقيقية، لم تكن جدية. لماذا تطلقها وتضع نفسها في موقف حرج أمام الرأي العام العراقي وأمام المتظاهرين؟ أخي الكريم أستاذ ماجد، حكومة عادل عبد المهدي مثل سابقاتها من الحكومات، حكومة العبادي، حكومة المالكي، حكومة الجعفري، يتعهدون للناس لأسباب معينة ثم يتراجعون عن وعودهم الكاذبة. حكومة عادل عبد المهدي وعدت بالإصلاحات، وهذه الإصلاحات تشمل توظيف عشرات الآلاف من الشباب، توزيع أراضي سكنية، تقديم رواتب لآلاف الأسر الجديدة. هذه الوعود جاءت أولا عقب التظاهرات الكبيرة الحاشدة التي خرجت وعمت ببغداد وبعض المحافظات الأخرى، أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص حسب إحصائيات بعض المنظمات، أدت إلى اعتقال 6,000 متظاهر، بغض طبعا مع وجود آلاف المعتقلين الذين لا يعلم مصيرهم إلى هذه اللحظة. هذه الوعود لا يمكن لهذه الحكومة ولا غيرها في ظل العملية السياسية الحالية أن تحققها، لأن استشراء الفساد في وزارات الدولة أصبح لا يطاق. الوضع في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور لن تستطيع الحكومة الحالية أن ترضي المتظاهرين، وإنما الحكومة الحالية وبرلمانها يحاولون المناورة لكسب مزيد من الوقت للقضاء على الشباب المتظاهر، للقضاء على هذه الانتفاضة بالاعتقالات، بالتخويف، بالمطاردة. وهذه الوعود جاءت طبعا على عجالة ولم تدرس بشكل صحيح من الحكومة أو البرلمان. بعض الوعود التي وعدت بها حكومة عادل عبد المهدي بناء 100,000 وحدة سكنية، مع أن الواقع على الأرض يقول أن الحكومات منذ عام 2003 وإلى الآن لم تستطع أن تبني هكذا عدد من الوحدات السكنية. فكيف يستطيع وكيف سيحقق رئيس الحكومة الحالية هذا الأمر؟ إذن هو كلام لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع في الظروف الحالية. فإذن هم يريدون امتصاص غضب الشارع العراقي لا أكثر، ورأينا كيف أنهم بعد أن خفت حدة المظاهرات بسبب القمع والانتهاكات الصارخة بحق المتظاهرين أخذوا يعتقلون الناشطين ويزجونهم في السجون، بحيث أن العراق بسبب هذه الانتهاكات فقد مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إذن هم لا يعرفون من الإصلاحات إلا الخيار الأمني الذي لن يأتي بنتيجة إيجابية في إخماد هذه المظاهرات، وإنما هي حلول ترقيعية ستزيد من نقمة الشارع العراقي على الطبقة المتسلطة على رقاب العراقيين منذ 2003 وإلى الآن. نعم أستاذ عباس النوري في ستوكهولم، مساء الخير. أولا مساء النور. هذه الإجراءات أو الإصلاحات كما تصف الحكومة التي قدمتها حكومة عادل عبد المهدي على خلفية تفجر التظاهرات الكبيرة في العراق واللي سقط فيها أكثر من 311 شهيد وآلاف الجرحى، طبعا وفق إحصائية اللجان التنسيقية لهذه التظاهرات، لماذا لا ينظر إلى هذه الإصلاح؟ أولا تحية لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين قناة الرافدين اللي تحاول تنقل الواقع الموجود على الأرض العراقية. أشكرك. اسمح لي بس يعني خلينا أكمل السؤال حتى يكون واضح عندك. كانت الحكومة عادل عبد المهدي قادرة على تطبيق الوعود نعم اللي أطلقتها
فإن الحكومات السابقة كانت كاذبة، وأيضا كذبوا بخصوص العجز المالي. أما إذا لم تطبق فهي مثل بقية، كما يعني تحدث به الأخ الدكتور، أنه من أجل امتصاص نقمة الشعب العراقي الثائر الآن، تقف مطالب الشعب العراقي أو المتظاهرين ليس من أجل مساكن، بناء مساكن، أو من أجل إيجاد فرص عمل، أو من أجل أمور، وإنما السقف اللي طلبوه واللي سمعناه كنا أنه إسقاط الحكومة. إسقاط الحكومة هذا يخوفهم. أما حكومة عادل عبد المهدي أطلقت هذه الوعود وفق حسابات دقيقة، أنه لديهم إمكانيات مادية لإنجازها. وأما هي أيضا مثل تخدير، تهدئة الشارع لكسب الوقت. ولكن المشكلة ليس بهذه الوعود. قبل حكومة عادل عبد المهدي، العبادي أطلق أنه سوف يحارب الفساد والمفسدين، ولم يوفي ولا عنده قدرة ولا أبد. كذلك نفس الشيء عادل عبد المهدي أيضا في برنامجه أنه راح يحارب الفساد. إذا يسمعني أستاذ عباس، وعد. هل يسمعني أستاذ عباس؟ نعم تسمعني. لماذا لا يحسن الظن هذه المرة بحكومة عادل عبد المهدي في تقديم هذه الإصلاحات؟ هناك تشكيك بالكامل من قبل المتظاهرين، وهناك تكذيب، وهناك عدم تصديق لكل هذه الوعود. ألا يمكن أن ننظر إلى هذه الوعود على أنها بداية للإصلاح والتقويم؟ ممكن؟ نقطة مهمة، أنه أعلن اللجنة العليا الوزارية اللي راح تتحقق بخصوص القناصين وقتلة المتظاهرين. كان من المفروض اليوم أن تعلن أيضا تم الالتفاف على هذه اللجنة، كان من المفروض أن تعلن اليوم نتائج، لكنه رئيس الحكومة أجلها إلى إشعار آخر، إلى موعد مفتوح. هذا دليل يا أستاذ ماجد أنه إذا وعد، إذا نقطة أمر مهم لم يوفي به، فكيف يوفي بوعود قد تأخذ أشهر أو سنين لتنفيذها؟ يعني هذه قضية تتعلق بالدماء، يعني أيضا تم عملية التميحة. نعم، ولكن أنتوا الكل إحنا سمعنا خطاب المرجعية والموعد المعلن ومن يتحمل المسؤولية لما وقع من كوارث وجرائم كبرى. لو حدثت في أي دولة من دول العالم لقدموا رئيس الحكومة إلى محكمة. هذا السقف الزمني الآن محدد، لا يمكن يعني لا يمكن للحكومة ولا غيرها الالتفاف عليه. فأنا قدمت نصيحة منذ الأيام الأولى وعن طريق يعني أصدقاء وعلاقات، أنه يا سيد عادل عبد المهدي، إذا أردت حفاظة كرامتك وكرامة الشعب العراقي أن تخرج من جيبك اليسرى الاستقالة اللي موجودة وكاتبها ومجهزها، وقدم استقالتك وقل أنا مع المتظاهرين، لأنه إحنا ما عندنا قدرة على تلبية مطالبكم. فشلنا. أشكرك حتى هذا الخيار، لو سمحتي، حتى هذا الخيار، خيار استقالة عادل عبد المهدي وحكومته، لم يعد خيارا مرضيا للمتظاهرين الذين هتفوا الحقيقة من اليوم الأول بإسقاط العملية السياسية جميعها. أشكرك دكتور رافع الفلاحي، يعني بهذا الرفض الكبير وهذا التشكيك وعدم حمل وعود الحكومة على محمل الجد بالمرة، وكما ذكرت كاتب عراقي قال الثقة
بين الرأي العام في العراق وبين الحكومة ليست صفر، بل هي ما دون الصفر بالسالب. هل نحن أمام مرحلة جديدة لا فرصة لقوى العملية السياسية أخرى، لا إصغاء لأي وعد صغير أو كبير، ونحن الآن في مرحلة المفاصلة وكسر عظم بين الناس جميعا في العراق وبين قوى العملية السياسية وقوى السلطة؟ نعم، بالتأكيد هذا اللي أشرت إليه هو الحاصل الحقيقة. دعني أقول أولا أنه عدم الثقة أو الثقة تحت الصفر بين الشعب والحكومة، ولا يشمل الحكومة فقط، يشمل كل قوى العملية السياسية. نعم. وكل أحزابها وكل مكوناتها كل شخوصها، كلهم الآن الشعب ينظر لهم في حزمة واحدة. حتى بعض قوى العملية السياسية التي كانت على أساس يعني تسوق نفسها أنها في خندق الأصلاح والناس والكذا، أيضا هذه الطروحات والخطابات التي في ظاهرة مؤيدة للتظاهرات لم تعد مقبولة، من رفضت. نعم، لأنه 16 سنة ليست فترة قصيرة. 16 سنة من المعاناة، الشعب خلال 16 سنة لم تمر عليه هذه السنوات سريعا، كانت بطيئة جدا وكانت مليئة بالأحداث المأساوية، بالكوارث، بالمصائب، بدماء. هذا الشعب دفع دماء وقدم تضحيات كبيرة جدا جدا، وهو لا يسمع إلا الوعود ويرى الواقع، يعني يرى واقع الحال من سيء إلى أسوأ. فبالتالي لم تعد لديه الثقة بكل القوى هذه وبكل هذا المشروع الذي يسمى عملية سياسية. هم يريدون أن يقاتلوا من أجل بقاء العملية السياسية، يحاولون أن يشتروا الوقت بالوعود هذه الكاذبة. الشعب الآن بوعيه أدرك أن هذه القوى غير قادرة، مثل ما تحدثنا اقتصاديا، غير قادرة أن تلبي هذه الوعود التي يريدها الشعب. يعني الشعب لا يريد وظيفة فقط، يريد وطنا مزدهرا، يريد تعليما جيدا، يريد صحة جيدة، يريد وطن مثل باقي أوطان الدنيا، أموال عندهم، قدرات عندهم، نمو، ازدهار، تقدم، تكنولوجيا. هذه غير قادرة أن تقدمها لأنه هذا مو مشروعها، يحتاج إلى مشروع جديد. هذا المشروع الجديد اللي هو مشروع وطني دكتور، فقط غير نعم. فقط غير مشروعها، غير أجندتها، أم أن القضية أيضا تتعلق بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة جدا في العراق؟ ما هو من وصلك إلى هذه الأزمة الاقتصادية والأزمة الكبيرة؟ الموارد التي دخلت إلى العراق موارد هائلة، موارد هائلة، يعني لحد الآن يتحدثون عن تريليون دولار، يعني 1,000 مليار دولار دخل إلى العراق. وما الذي في العراق؟ العراق فيه الآن مثل ما يتحدث برنامج الغذاء العالمي، نعم، يتحدث عن أنه نحو 35% من العراقيين جياع، يعني تحت خط الفقر. هناك بطالة، هناك مهجرين، هناك خراب، هناك أمراض، كارثة كبيرة جدا جدا، والخدمات مفقودة وكل شيء مفقود. فبالتالي التعليم في أسوأ حالات، الصحة في أسوأ حالات، الخدمات في أسوأ حالات، أنت يعني كل شيء محطم أمامك، الحاضر والمستقبل مقفل أمامك. نعم. فبالتالي أنت تحتاج إلى مشروع جديد، هذا المشروع الجديد لا توفره هذه القوة، غير قادرة عليه. هذه القوة تعمل بالضد من هذا المشروع، فأنت لابد أن تزيح هذه القوة لكي تأتي بقوة أخرى وطنية تستطيع أن تضع هذا المشروع على أرض الواقع. دعني أقول أيضا دكتور، عندما نتحدث نعم. نكمل الفكرة بعد الفاصل، نعم، لأن أكو إلحاح في قضية الفاصل. إذن مشاهدي الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا عن الوعود الحكومية للمتظاهرين في العراق، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في وعود حكومة عادل عبد المهدي
لتهدئة التظاهرات الغاضبة في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر العلواني والأستاذ عباس النوري. دكتور، استكمالا لما بدأت به قبل الفاصل، أستاذ ماجد، الشعب بوعي يسأل نفسه سؤال، يعني إذا كانوا هؤلاء يكذبون على الشعب، فالشعب يدرك أنهم مجموعة من الكاذبين، وهم يعني متيقن من هذه القضية، لذلك ثقته بهم صفر وأقل من الصفر. نعم. ويعرف أن كل هذه الوعود كذب، لأنه بالحسابات الاقتصادية السياسية، بالحسابات يعني 1+1=2، من عندما حسبوها هكذا وجدوا أنهم يكذبون، هؤلاء يكذبون عليهم، ديون عالية، عجز بالموازنات، كارثة كبيرة اقتصادية، الأموال، فساد، خراب، كل هذه القضايا معروفة للشعب الآن، لذلك يعرفون أنه هؤلاء يكذبون عليهم، ولكن في نفس الوقت يفترضون أن هؤلاء صادقين، يصدقون في قولهم وهي وعودهم صادقة. يتساءلون أيضا، الشعب يتساءل ونحن معهم نتساءل كجزء من الشعب، إذا كانت هذه الوعود صادقة لماذا لم ينفذونها قبل هذا قبل الانفجار. هذه التظاهرات قبل، نعم، هذا الانفجار، نعم. لماذا على الشعب العراقي أن يقدم كل هذه الدماء، هذا البحر من الدماء؟ يعني هناك إمكانية للإصلاح، إذا كانت أكو إمكانية، نعم، لماذا أنتم يعني غافلين عنها وتاركيها حتى سقط 311 شهيد وتقتلون الناس وتقتلوهم وقواكم الأمنية والميليشياوية وقناصي، لماذا تفعلون هذا إذا كنتم قادرين في لحظة واحدة يخرج رئيس البرلمان ليجعل يعني عصا سحرية، والآن رئيس الوزراء يتحدث عن وعود كارثية؟ طيب إذا كنتم أنتم قادرين على هذه القضية لماذا كنتم تمنعوها عن الشعب؟ إذن الكارثة المصيبة أكبر الآن، مجموعة من الكذابين، مجموعة لهم غايات أخرى لإيذاء الشعب، فبالتالي الشعب أيضا غير راضي عنهم ولا يريدهم، وهؤلاء كلهم اللي يشكلون الحكومة وقواها يشكلون عملية سياسية، إطارها هذه العملية السياسية يريدون أن يحافظوا عليها كذبا أو صدقا، يعني إذا كانت وعودهم كاذبة أو صادقة الغاية منها هي الحفاظ على هذه العملية السياسية، بالتالي الشعب أدرك أن الداء الكبير هي هذه العملية السياسية، هذا الإطار الخرب اللي تتحرك بهذه القوى، فيجب إزالته لأجل بناء مشروع جديد، لا يحتاج العراق إلا مشروع جديد، لأنه بقاء العملية السياسية معناها إزالة البلد وإزالة الشعب من الوجود، فيه تنمية، فيه بناء، فيه استثمار للطاقات، فيه فتح طرق، فيه فتح آفاق، فتح المستقبل، فتح الحاضر والمستقبل أمام الناس، يتنفس الناس هواء نقيا برئة نقية، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب 50 وظيفة هنا و60 وظيفة هناك و1000 وظيفة هنا واعطيك 150,000 دينار إعانة، هذا وأطوعك بالجيش أو الميليشيا، نعم، هذا كلام خارج عن المنطق، خارج عن العقل ولا يريده الشعب. دكتور ثامر العلواني، القضية الموجودة في مسار الإصلاح في العراق يعني لا تتعلق بجدية أو رغبة أو النية الحسنة لقوى السلطة والعملية السياسية على تقديم إصلاحات حقيقية في العراق تقنع المتظاهرين. القضية أيضا هناك صعوبات مالية واقتصادية، ويعني هذا الأمر سيصعب ويعسر مسار الإصلاح في العراق وبالتالي تهدئة المتظاهرين وإقناعهم. دكتور ثامر، تسمع؟ نعم أسمعك. أسمعك أخي الكريم. حتى لو وجدت الإرادة والجدية لدى الحكومة وتوفرت الآليات للإصلاح، لو توفرت كل ما تحتاج الحكومة له من إصلاح الفساد الموجود ومحاربة المفسدين، لدى الشارع قناعة بأن الحكومة لن تقدم على هذا الأمر لأسباب عدة. هي شكلت مجلس أعلى لمكافحة الفساد. أخي الكريم، الحكومة نفسها هي متهمة بالفساد، هي نفسها فاسدة، هي نفسها جزء من المشكلة وليس حلا لما يعانيه العراق اليوم. الإصلاحات ومكافحة الفساد في العراق لا تطال الحيتان الكبيرة التي تأكل بخيرات العراق منذ 2003 وإلى يومنا هذا، إنما تقتصر على الموظفين الصغار. ثالثاً، لا ننسى أن التدخل الإيراني والأمريكي في العراق هو يريد أن يبقي العراق هشاً ضعيفاً
باستمرار كي لا يتحرر العراق ويأخذ مكانته الحقيقية بين الدول. أمر ولذلك آخر وهو سمحت لي ولذلك هذا ما جاء في تقرير وكالة رويترز من أن إيران هي من نشرت قناصة سواء ميليشيات أو منها مباشرة على أسطح البنايات، وأيضا هؤلاء القناصة هم من قتلوا المتظاهرين، وهذا تقرير لرويترز. نعم، يوجد أمر آخر أهم من كل ما تقدم. الفساد نابع هو أصلا من منظومة العملية السياسية. نعم. نفسها العملية السياسية أصبحت معمل وشركة لإنتاج الفاسدين ومنع الإصلاح، لأنها مبنية على المحاصصة الطائفية ومبنية على المحاصصة الحزبية، مبنية على التوازنات الحزبية داخل كل وزارة، كل حزب له حصة معينة في الوزارة. لا يمكن أن يحاسب هذا الشخص لأنه من الحزب الفلاني وذاك الشخص لأنه من الحزب الفلاني، وهكذا الأمور سارية. فلو جاء إنسان مخلص، نفترض أنه إنسان مخلص إجا لأحد المؤسسات الحكومية وأراد أن يحاسب الفاسدين، حتى وإن كانوا صغارا لا يمكن أن يستطيع، لأنه سوف يصطدم بعقبة الحزبات الحزبية هي داخل كل وزارة، لأنه أصبح عضو داخل وزارات أن هذا الشخص أو هذه المجموعة تمثل صالح حزب الفلاني. هذا يستلزم أنه لا يمكن محاسبة هذا الشخص الفاسد. أي وزير الآن ينصب في العراق لابد أن يدفع حق الكرسي الذي تسلمه. الحكومة الحالي هو نفسه متهم بالسطو. دكتور أكو مشكلة بالصوت، الصوت اللي يصنم من عندك بمشكلة حتى يتم إصلاحها مع دكتور ثامر العلواني. نتحول إلى ستوكهولم مع ضيفنا من هناك أستاذ عباس النوري. أستاذ عباس، يعني في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية الموجودة في العراق، عدم وجود رغبة أو جدية حقيقية في الإصلاح، منظومة العملية السياسية هي منظومة فاسدة تستمد بقائها وديمومتها أيضا من عمليات الفساد، وبالتالي هناك من يرى أن التظاهرات ستنفجر ثانية وستكون أعنف وستكون أيضا أكثر تأثيرا وتعاظمها سيستمر. فعلا الوضع في العراق سائر بهذا الاتجاه؟ يعني هو الموعد 25 بهذا الشهر. نعم. وبنسمع احنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انه بيحشدون في كل مكان. نعم. والحكومة الآن شكلت قوة لحماية المتظاهرين، قوة حفظ القانون. من أدري هاي لحفظ القانون إيش قد تطول وعناصرها منين وقيادتها منين، لكنه عناصرها عناصرها من الميليشيات، من الشرطة الاتحادية ميليشيا بدر، من المخابرات، من سوات، هذا ستجمع من هذه القوات، إعطاء المتهمة بقتل المتظاهرين اصلا هذه القوات. يعني هو اليوم تأجيل الإفصاح عن الجهات اللي كانت سبب في قتل هاي الشباب بعمر الورد، احنا نأدي لهم التحية ونبوس اقدامهم، لانه ما نقدر نعمل شيء إلا الكلمة بمشاركتهم، والله يصبر عوائلهم والصحة والسلامة والشفاء للجرحى. هذا اليوم اللي أنه أجل هو دليل على أنه لا يمكن تشكيل قوة لحماية المتظاهرين ولا تشكيل لجنة من الجاني لكشف المجني عليه. يعني مصيبة. الحكومة هي نفسها، أنت قائد عام قوات المسلحة، أي خرق أمني يصير أنت المسؤول الأول، فكيف أنت تقوم بتشكيل لجنة للكشف عن جرائم أنت مدان بها؟ يعني ما أعرف، هذا ضحك على الناس أم أنه يعني مشكلة. مثل اليوم المدون شجاع أطلقوا صراحة، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يتصلون بي ويهدوا له ساعة رولكس.
طيب هذول ال 300 شخص الشباب اللي انقتلوا اتصلتم عوائلهم واسيتوهم؟ هذول اللي بالسجون الآن تقدموا لهم ما أدري كم ألف دينار تعويض على الاعتقالات، المرضى المصابين وبإصابات شديدة أحد من عندكم راح زار؟ ولو هم يخافون يروحون يزورون، يعني مرة طلع قال أنا ما عندي مانع أروح بدون قوات للشعلة وأزور المتظاهرين وتفاوض وياهم. يعني أنت شيء ما تقدر عليه ليش تحكي به؟ هاي مصيبة. المهم في الأمر لا أتصور أنه هم قادرين على إيجاد حل للمشاكل اللي راح تكون أكبر، والتظاهرات راح تكون أوسع، والمطالب راح تكون سقفها أعلى من ما جرى، إلا أنه يسلمون أمرهم للأمر الواقع. 16 عام انتهى دورهم وفشلوا فشل ذريع، وهم يعني قادة في الأحزاب هم بألسنتهم قالوا نحن فشلنا، كل الطبقة السياسية حرامية، كل الطبقة السياسية كذابين، كل الطبقة السياسية أخذوا رشوة، فإحنا لن نعلق الأمر على جهة معينة دون جهة أخرى. الكل شركاء، أنا وأنت وبقية المثقفين والمتنورين أيضا شركاء، إذا كنا ساكتين عن الحق، إذا كنا ساكتين عن هذه الجرائم اللي تقترف بحق الشعب العراقي. فالآن هم يستميتون، يعني يستميتون من أجل السلطة، وما عندهم مانع أن يقتلون أكثر حتى بقائهم في السلطة، ومحميتهم معروفة، يعني ضمانهم إلا اللهم أنه الأمم المتحدة ترى أنه هذه جرائم كبيرة وكثيرة. لحد الآن يبدو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي يساعد الشعب العراقي، لم يرى أن هناك جرائم تستحق الإدانة والملاحقة فيها. اللهم إذا كان هذا الحل. أشكرك الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ عباس النوري، كنت معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة. دكتور رافع، يعني قوى العملية السياسية تريد وضع الشعب العراقي بين خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بهذا الواقع المتردي جراء الفساد الحكومي، غول الفساد الحكومي والفقر في هذا الواقع، الفقر والعوز والظلم والتهميش، أو أن هذه الاعتراضات التي تقومون بها ضد السلطة تخويف المجتمع ستقود إلى الانفجار الكبير وإلى ضياع البلد، إما أن تقبل بهذا الواقع أو أحملك المسؤولية بضياع البلد. يعني هذا يعني لا خيار آخر؟ لا، دعني قبل هذا أستاذ ماجد فقط يعني أشير إلى قضيتي المهمة حتى البرنامج اليوم يعني يوفي الفكرة الأساسية. نعم. في قضية الحديث عن قوة حماية القانون. نعم. الجديد اللي شكل لحماية المتظاهرين، هم قالوا قوة. نعم. حماية القانون. نعم، لحماية. نعم. المتظاهرين والفعاليات الاجتماعية الكبيرة. هذه القوة يعني عندما تحدث عن قانون، هناك للشعب قانون معين، وهناك للحكومة وأحزابها والقوى العملية السياسية قانون معين. هذه القوة المشكلة تحمي قانون من؟ قانون الشعب اللي خرج ضد هذه الحكومة وثار على كل قراراتها وكل قوانينها، أم تحمي قوانين الحكومة التي تحارب الشعب؟ هاي أولا. ثانيا، أنت تقول لي سأعين حارسا لبيتي، وأسألك أين بيتك؟ أنا أعرف لك بيتا. تقول يعني تقول لا، ليس لي بيت. هل لك قطعة أرض تبني عليها البيت؟ تقول لي ليس لي قطعة أرض. فعندما لا يكون لك بيت ولا يوجد لك قطعة أرض أساسا، فلماذا تعين حارسا؟ إذا أنت تريد أن تعين حارسا لقضية أخرى. يجب أن يكون لدينا قانون لكي نشكل له قوة لحماية هذا القانون، قانون شعب، مو قانون هذه الحكومات والفساد والعملية السياسية اللي ثار عليها الشعب.
هذه القضية. فلذلك قضية قوة حماية القانون هذه كذبة ملفقة جديدة، قوى للانتقام من الشعب، هذه واحدة. الثانية، هناك لبس بين قضيتين، بين مفهومين، مفهوم التغيير والإصلاح. اليوم سمعت كثير حديث تغيير وإصلاح، تغيير وإصلاح. نعم. أنت تسعى إلى التغيير لإحداث الإصلاح، لكنك لا تسعى إلى الإصلاح لإحداث التغيير. الإصلاح ربما تغير شخص مكان شخص لكي تصلح، أو تغير يعني مفاهيم معينة، لكن في التغيير أنت تزيل حالة كاملة لتأتي بحالة جديدة. والحقيقة جرى في العراق خلال يعني بعد عام 2003 مثلا جرى تغيير 5 أو 4 رؤساء وزارات، لكنه لم يغير شيئا، لم يتغير من ولم يصلح شيئا. نعم. ولم يعني لم يلمس الشعب لا إصلاحا ولا تغيير. أنت وصلت القناعة الشعب، وعي الشعب وصل إنه الحاجة إلى التغيير، والتغيير يعني إزالة حالة كاملة والإتيان بحالة جديدة أخرى نقيضها تماما، ونقيض هذا الشيء اللي أسقط العراق في هذه البركة، بهذا الوحل، في هذه الهاوية، هو الحالة الوطنية، حالة الاستقلال، حالة النمو، حالة التنمية، وهذه غير متوفرة. ولذلك دكتور، قوى السلطة نظرت إلى هذه التظاهرات على أنها تريد تحطيم العملية السياسية. نعم. تريد تدمير النظام. نعم. يعني هكذا. وهذه حقيقة. كان الشعب خاف. الشعب هكذا هتف اسقاط النظام، هو يعرف ماذا يريد. هم يقولون يعني عادل عبد المهدي قبل يومين او يوم امس كان يتحدث، نحن نريد قادة للتظاهرات، هذه نعرف يعني اذا هذه التظاهرات ما بها قادة وما بها اهداف. لا، لديها اهداف ولديها قادة ولديها فكر. عندما يهتف الشعب يريد اسقاط، هو يعرف ماذا يريد. الشعب اذكى من كل الحكام في كل الدنيا، الشعب هو الاساس، والحكام يعني هذه الطبقة الحاكمة تزال وتذهب، والشعب هو الباقي. هذه من ناحية. هم يخوفون الشعب من الفوضى، أنه أنت تتحمل المسؤولية. نعم. ما الشعب حملكم المسؤولية لكي تنهضوا بالبلد وتنهضوا به، وقلتم أن الشعب قد اختارنا وانتخابات، وهذه الكذبة الكبيرة، هذه اللعب الكبيرة، والمرجعية أيدتنا وما أعرف منه، مؤيدين من مدوين، وإحنا جئنا من أجل المظلومية، وبالتالي كذبة كبيرة. والشعب خرج بكل فئاته، بكل مذاهبه، بكل أديانه، بكل مستوياته الثقافية وبكل تطلعاته ضدكم. الآن الشعب كله ضدكم، ما عدا القوى المستفيدة، هذه معكم، هذه قوة مستفيدة، والعملية السياسية تخدمها، فساد وخراب تخدمكم، فمتمسكين بكم. أما الشعب في الضفة الأخرى، يعني القوى العملية السياسية ماذا تريد من أي أسلوب أو طريقة لتعرف أن الرأي العام لم يعد يقبلها؟ المجتمع قاطع الانتخابات بنسبة 83%، خرج بتظاهرات عنيفة في 2018، خرج بتظاهرات أعنف اليوم. هم يعتقدون أستاذ ماجد، هم يدركون هذه القضية، يدركون أن الشعب ضدهم، يدركون جيدا. لا يعني إلا المجنون لا يدرك أن هذا الشعب الذي خرج وسقطوا الشباب أمامهم، الموت أمامهم كان، ويسقطون يتقدمون على الموت بهذه الطريقة من أجل وطنهم. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مؤيدين للحكومة والعملية السياسية، هؤلاء ضدهم، هم يدركون، لكنهم يعتقدون أن قواهم ويدهم الباطشة، هذه القوى الأمنية واليد الأمنية، تستطيع أن تقمع هذا الشعب، تستطيع أن تروض هذا الشعب، وهنا الكارثة. هذه هي. وهذه نقطة مهمة. خلينا أسأل دكتور ثامر العلواني في عمان، يعني بهذا التشكيل الجديد المؤلف أو عناصره مستجلبة من الميليشيات، من المخابرات، من قوات السوات، من الشرطة الاتحادية، ميليشيا بدر، بلافتة يعني حماية المتظاهرين، قوة حفظ القانون، هل تعتقد أن الحكومة لا آفاق لها، لا مقاربات لها للتعاطي أو حل المشاكل في العراق، وبالتالي إصغاء المتظاهرين، هي ذاهبة أكثر باتجاه الخيار الأمني، هل سيسعفها هذا الخيار الأمني وهي مدججة بمئات الآلاف من المسلحين، من الميليشيات، من الشرطة، من قوى الأمن وما إلى ذلك، سيسعفها في مواجهة المتظاهرين؟ أخي الكريم، بس أحب أضيف معلومة أخرى. نعم. الحكومة الحالية ادعت الإصلاح ومحاربة الفساد. طيب، في قضية مهمة، إذا أردنا أن نأتي إلى ماذا فعلت الحكومة خلال هذه الفترة أو الوعود،
أحالت تقريبا 1000 موظف صغير إلى المحاكمة، وألغت مكاتب المفتشين العموميين. طيب، وتركت محاربة الفساد المهمة. إذا أردنا أن نعد أبواب الفساد في العراق سنجد أنها كثيرة جدا، لكن رئيس الحكومة لم يلتفت إلى أي باب أو ملف من هذه الملفات، ملفات الفساد. رئيس حتى دكتور رئيس الحكومة قال لا نملك عصا سحرية لحل مشاكل العراق المتراكمة. طيب ماشي، هل لفت الانتباه أو حاول أن يحل ملف المنافذ الحدودية؟ هل حاول أن يحل الفساد في ملف تهريب النفط؟ هل حاول أن يحل ملف عقارات الدولة، الفساد في عقارات الدولة؟ نعم. ملف البعثات والوفود الحكومية، ملف الموظفين الفضائيين، ملف ميليشيات الحشيد، ملف المشاريع الوهمية. هناك تقارير لأحد الوكالات ذكرت قبل أيام، مشروع مد أنبوب النفط بين العراق والأردن الذي توقف بسبب ماذا؟ بسبب أنه خلاف بين أصحاب الفساد المستشري في العراق بأن العقد كان سرى على أنه لكل كيلو متر واحد تكلفته يكون 1.5 مليون دولار. نعم. وهذا نحن نتكلم عن مئات الكيلوات من مئات الكيلوات من المسافة. هذه الميزانية لهذا المشروع تكلفة لا يمكن أن يتخيلها إنسان عاقل في هكذا مشاريع. الحكومة الآن تحاول خداع العراقيين بعز الموظفين الصغار المتهمين بالفساد وترك المافيات، مافيات الأحزاب الكبيرة. نعم. التي تستحوذ على مقدرات الشعب العراقي. لكن عندما فهم الشارع العراقي هذه الألاعيب صدرت منه هذه الدعوات وصدرت منه هذه المظاهرات الكثيفة التي خرجت في الشارع العراقي. نعم. في بغداد وبعض المحافظات، المظاهرات الآن يتوعد بها الشارع العراقي يوم 25 من هذا الشهر. نعم. إذا نحن أمام حكومة هي نفسها متهمة بالفساد. نعم. لا يمكن أن يكون الفاسد هو يحارب الفساد، فإذا لن تستطيع هذه الحكومة إقناع المتظاهرين بالإصلاحات الكاذبة، ولن يكون خيار الخيار الأمني والقمعي هو الحل في هذه. أشكرك على ذكر الخيار الأمني وأيضا ربما تجسير الهوة بين الحكومة وبين الرأي العام وخاصة المتظاهرين. دكتور، الحكومة شكلت لجنة لملاحقة أو معرفة ملابسات من قتل المتظاهرين، من أطلق الرصاص، من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي يعني تكتظ بمقاطع الفيديو يعني التي تظهر الميليشيات والقوات الأمنية تعتقل وتطلق الرصاص وتحاول دهس المتظاهرين. مع ذلك شكلت لجنة، كان مفروض اللجنة أن تعلن النتائج، رئيس الحكومة أرجى إعلان النتائج. هل الحكومة لديها الشجاعة والجرأة على تسمية القتلة إذا ما أفضت التحقيقات الحقيقة إلى هوية هؤلاء القتلة تسميهم بالاسم، الجهات التي وراءهم يعني تلاحقهم قضائيا وقانونيا إنصافا للضحايا وأيضا للدماء التي سالت؟ هل تملك؟ هي لا تملك الشجاعة والجرأة. أستاذ ماجد، إذا كانت تملك الشجاعة والجرأة ستقول أنه هي المسؤولة عن قتل هؤلاء وعلى الشعب أن يلاحقها، هل ستستطيع أن تقول هذا؟ لن تقول هذا. خلال هذه الفترة من إعلانهم لتشكيل هذه اللجنة، الحكومة قال في الأربعينية قال الحسين بريء من الذين قتلوا المتظاهرين وأراق دماءهم. نعم، هم 16 سنة يرفعون شعار فوق رؤوسهم نبني الوطن على منهج الحسين، نبني الإنسان والوطن على منهج الحسين. نعم. ولاحظ بناء الوطن والإنسان وين وصل العراق، هذه الحقيقة. هذه الكذبات ما عادت تنطلي على أحد، وهذه التسميات ما عادت تنطلي على أحد. عموما هم خلال هذه الفترة من انتهاء التظاهرات والضغوطات الكبيرة التي عليهم حاولوا بكل الطرق أن يجدوا كبش فداء ليحملوه كل المسؤولية، وحاولوا بكل الطرق. لكن مصيبة نحن الآن في زمن مثل ما يقال الإعلام أنه العالم صار قرية صغيرة. نعم. والصورة والوثيقة كانت تفاجئهم في كل لحظة عندما يعني يقولون أنه حضرنا هذه القضية وهذا هو كبش الفداء، تفاجئهم القضية بأن هناك أدلة تسقط هذا، يضطرون إلى اختيار آخر وخيار آخر للحد الذي يصلون فيه إلى الخيار
أنهم أمام حقيقة، عليهم أن يعلنوا الحقيقة. الحقيقة تقول أن هذه القوى الميليشيا والأمنية هي التي قتلت. قتلت كيف؟ بأوامر من؟ أوامر الحكومة. وبالتالي الرؤوس كلها وستذهب إلى الأحزاب والحكومة وكل القوى، قوى العملية السياسية مشتركة في قتل الشعب، وليس شركة بلاك ووتر كما قال خزر. هذه كذبة، هذه اللعبة الغريبة عجيبة. فبالتالي هل يتحملون هذه المسؤولية؟ لذلك يحاولون التنصل من هذه القضية. هذه ليست قضية صغيرة ويمكن أن يحملوها لأي موظف صغير، هذه قضية كبيرة ودماء، والناس يعني تطالب بدماء أبنائها. إذن القضية قد وصلت إلى الحد الذي هم هذه الحكومة وكل العملية السياسية في الزاوية الآن، والشعب يتحرك باتجاه دفعهم إلى الزاوية أكثر، والأيام القادمة أشكرك. يعني حبلى بالأحداث. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا شكرا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والذي كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب. وأيضا شكرا للكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ عباس النوري، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكهولم. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.